اهلا بكم مره تانية. ما بين العناوين المبهجه والعناوين المرتبكه كانت دي اغلب العناوين المسيطره على الصفحات الاولى للجرايد المصريه. العناوين المبهجه كانت خاصه باللقاء النهارده اللي كان موجود في الاوبرا واللي تم اطلاق فيه من خلال كلمه الرئيس انه عام 2016 هو عام الشباب وتم اطلاق عدد من محاور الامل بمعنى اصح. النهارده الرئيس اعلن عن تغيير المناهج في خلال 3 شهور الجايين وبنك المعرفه وبرنامج تأهيل الشباب، وكان في حضور مميز لعدد كبير جدا من الشباب الموجودين. خلينا نبص على العناوين اللي موجوده في الصحافه المصريه النهارده ونبدا بالاهرام. الاهرام بتقول في المانشيت الرئيسي بتاعها 2016 عام الشباب المصري، الرئيس يصدر 8 قرارات لتفعيل دور الشباب في مجالات العمل الوطني، 200 مليار جنيه قروضا خلال 4 سنوات لمساعدة الشباب في إنشاء 350 ألف شركة توفر 4 ملايين فرص عمل. وأعتقد أن المشروعات الصغيرة المتوسطة هي عصب الاقتصاد المصري، وده قرار لها يستحق الكثير من التحية ويستحق الكثير من المتابعة علشان نضمن أن الحاجات دي هتروح لمستحقيها. كمان من ضمن القرارات خفض الفايدة السنوية على قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 5% متناقصة، وده شيء عظيم جدا. السيسي قدم التحية لشهدائنا وتضحياتهم من أجل مصر وقال لين الكلام وحسن الخلق قمة البأس وليس ضعفا. والانتهاء من 145 ألف وحدة سكنية للشباب بتكلفة 2 مليار جنيه، تمليك نسبة من أراضي مشروع 1.5 مليون فدان للشباب، لجنة قومية لتحديث المناهج التعليمية خلال 3 أشهر، إحياء دور قصور الثقافة ومسابقات بين شباب الجامعات، مؤتمر وطني للشباب بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر المقبل، إطلاق دوري الجامعات والمدارس. وأعتقد أن كل دي رسائل مهمة ومحترمة جدا وتدعو للأمل في بداية عام جديد. وفي رسالته للشباب قال تمسكوا بوطنكم ضد من يدفعكم للكفر به، الوطن ليس لفئة أو طائفة أو طيار. نفس الأمر في روزال يوسف، روزال يوسف في منشطها الرئيسي بيقول السيسي للشباب مصر تخوض بكم معركة بقاء، الرئيس 200 مليار جنيه لدعم مشروعاتكم و2016 عام الشباب المصري. نفس الأمر برضو في الوطن اهتمام بلقاء الرئيس أو بكلمة الرئيس النهاردة، الرئيس بيقول للشباب مصر تواجه بكم معركة البقاء وحسن الخلق قمة البأس، الرئيس يطلق مبادرة المشروعات الصغيرة. ونفس الأمر برضو في المصر اليوم واليوم السابع. كل ده موجود بجنب خبرين مهمين جدا، هما الخبرين اللي كلمنا حضراتكم عنهم، خبر إدانة مبارك أو الحكم النهائي بإدانة مبارك، والخبر التاني بتاع استشهاد عقيد المرور ومجند مرور المنيب في العملية الإرهابية الغادرة. احنا معانا زميلنا الصحفي والمحرر بجريدة الشروق الأستاذ محمد الخيال، نحاول نشوف بعين تانية رأيه ايه في المنشور في الصفحات الأولى بجرايد المصرية النهاردة. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور استاذ محمد، ازي حضرتك؟ رايك ايه في المنشور النهارده، العناوين اللي موجوده المختلفه اللي مسيطر عليها عناوين لقاء الرئيس او كلمه الرئيس بجانب الحكم بتاع مبارك بجانب عمليه المنيب؟ يعني احنا عندنا 4 موضوعات رئيسيه النهارده تقريبا في كل الصحف الغد، طبعا بيتقدمهم خطاب الرئيس في يوم الشباب المصري النهارده في الاوبرا. الموضوع الثاني موضوع اغتيال العقيد الشرطه النهارده هو والمجند المرافق ليه. وعندنا كمان موضوع طبعا الجلسه الافتتاحيه للبرلمان غدا مسيطره على معظم على كل الجرائد تقريبا، اضافه تطورات ملف سد النهضه بعد رفض اثيوبيا المقترح المصري او المقترح الفني المصري المتعلق بزياده فتحات السد ل4 فتحات بدل من فتحتين. يعني تعليقا الاول على خطاب الرئيس، لا احد ينكر انه ما اعلنه الرئيس اليوم في حديثه للشباب المصري يعني يعد يعني طاقه امل جديده للشباب خاصه على المستوى الاقتصادي، وما تم الاعلان عنه من 200 مليار جنيه اوصى بيهم او يعني وجه ليهم البنك المركزي، وخفض مع خفض نسبه الفايده لتصل ل 5% على القروض الميسره للشباب لاقامه مشروعات. بس على الجانب الاخر يعني في جزء اهم من ده او يعني يحتاجه الرئيس المصري او الشباب المصري لاكمال المشهد او يعني لتصحيح الصوره او المسار بشكل كبير بعد 30 يونيو في ظل يعني ما تعلمه من يعني انه خلينا نقول ان بعض الشباب واخد على خاطره بعد 30 يونيو، مش هنقول انه في غضب تمام صحيح بس بعض
واخد على خاطره في في تمثل الغضب ده كمان، يعني بعض الممارسات ممكن تشوه المشهد او تسيء الى المشهد. صحيح. زي مثلا قرار رحال اتحاد طلاب مصر، بعض يعني بلفته بسيطه من الممكن ان يتم استيعاب هذا المشهد، فتح مطارات حوارات جده مع الشباب خاصه واحنا داخلين على 25. انت بتتكلم على المستوى السياسي. انا بتكلم على الاستيعاب السياسي الخاص بالشباب. اللباس هو الابرز كمان، او يعني الاكثر تاثيرا في الشباب بعد 25 يناير 2011. يعني بعض الشباب يجب ان يكون هناك اعاده نظره او نظره جديده لملف السجناء بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو من الشباب، ويتم الافراج عن كل من هو بريء. الرئيس نفسه لم يخفي ذلك. صحيح. في بعض حواراته، وناس اشتغلت على الموضوع ده وخرج ناس على دفعات. صحيح. وقال ان هناك ابرياء. الملف ده يجب ان يتم فتحه بقوه، ويجب ان وسائل الاعلام تضغط فيه بقوه لانهاء هذه الفجوه او الخلاف او بعض المنغصات في العلاقه ما بين الشباب وما بين النظام السياسي الحالي او ما بين الحكومه او ما بين الدوله. تمام. ده على صعيد خلينا اروح معاك بقى للقضيه الثانيه، القضيه بتاعه الحكم النهائي على مبارك. شايف تناولها النهارده في الصحافه المصريه ازاي؟ خصوصا انه هي موجوده برضه في صداره صفحاته الاولى اليوم السابع، بيقول مبارك حرامي بحكم المحكمه. الشروق برضه قالت انه الحكم مبارك فاسد بحكم قضائي بات. المصري اليوم حكم نهائي مبارك ونجلاه استولوا على اموال الدوله. يعني طبعا كانت النهارده هو يعني خبر جدير ان هو يتصدر الصفحات الاولى من الصحف المصريه. لو جينا في ترتيب اولويات الاخبار النهارده، اي غرفه ديسك مركزي في الجورنان اكيد هيتصدر، لازم الخبر يتصدر الصفحه الاولى عندها. ان ما كانش في المانشيت هيكون في الاخبار الرئيسيه في الصفحه الاولى. الخبر كمان يعني الجلسه جايه في توقيت يعني حاسم جدا قبل 25 يناير برضو. انه تناول الصحف ليها كمان كان تاثيره التوقيت اللي صدر فيه الحكم. اضافه انه ده يعتبر الحكم والوحيد الاول والوحيد في حق الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجلي، لما يترتب عليه من اثار. يعني الاثار الرئيسي او المهم في الخبر ليس الحكم في حد ذاته بقدر ما الاثار المترتبه عليه. ان مبارك لن يكون له جنازه عسكريه في حاله وفاته. تجريده مش تجريده، يعني عدم انتفاعه من النياشين والرتب العسكريه او الحاصل عليها، وفقا لكلام عدد من الخبراء القانونيين في القانون العسكري اللي هو السيد هاشم وغيره من المستشارين في القضاء المدني اللي اكدوا على ده النهارده، بالاضافه للجانب المعنوي الاخر وهو حرمان مبارك ونجلاه من ممارسه او مباشره حقوقهم الاساسيه لمده 6 سنوات. التوقيت زي ما انت عارف برضو انه كان زمان مبارك بعد 25 يناير اخباره هي التي تشعل الميدان وهي التي تخمد الميدان او تعيد الميدان مره اخرى. توقيت مبارك يعني يبرد نار يعني من شاركه في 25 يناير. ايوه بس انت عندك انصار مبارك بيهددوا بالنزول في 25 يناير دلوقتي زي ما شفنا في الفيديو المعروض. انصار مبارك في يعني من بعد خمسه من هذا هم كام واحد، يعني لا يتجاوزوا العشرات اللي بينزلوا اصلا، خاصه في ظل انه اي حد هينزل دلوقتي انت يعني نزولهم يعني بدايتهم اصلا يعني هتافهم ضد المحكمه اليوم وسبهم للمحكمه بالفاظ وهجومهم على شخص الرئيس السيسي النهارده في المحكمه ببعض الهتافات، ده في حد ذاته بيكسبهم عداء كثير من المصريين. صحيح. زيهم زي الاخوان بالظبط، نفس تصرف الاخوان لما اتحكم على مرسي. صحيح. انه ناس هيعاملوهم كفئه خارجه على نظام الدوله في الوقت الراهن. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا زميلنا المحرر الصحفي والزميل في جريده الشروق الاستاذ محمد الخيال على مداخلتك الكريمه.